غوت القصر مو عليه. قلت مالاش بيني انا، ما هو الرئيس حال القصر للعباد الكل، نجي نشق بعضي الفطر ولو ليه. قالوا يا ودي خذ بويك من الاول وكان يبدا عصا. احمدي قل لي المدفع ضرب ولا مازال؟ نقول لك حاجه، انا كحمل همامي متمسك بموقفي من العنف، العنف يولد العنف. كيش مجبدنا في الولاده والنفاس؟ المدفع متاع المغرب ضرب ولا مازال؟ نقول لك حاجه يا ولدي، انا قلت لك لا للضرب، والديمقراطيه ما تجيش بالمدافع. تيف الريح وبرا يا ولدي، المغرب الذنا. لا لتدخل الدين في السياسه، لا ظان في الجوامع مش في قصر الرئيس. اسل بصل، المغرب الذنا. بكل محبة وبكل مودة وبكل إخلاص. صح النوم، صح النوم، صح شريبتك. أجلستك بسين أجيب يا ودي، دي هذا رمضان والانتخابات. هيا خلي نشوف فطر راي فين. نقول لك حاجة، أنك حمل همامي ضد الجاية هذه، وكل حاجة عندها علاقة بالرياض ما تجبدوهاش، راضية ما تحبش. أنا كان فهمت الحكاية، شقونا فطر كسكروتات. تعليش عندك مشكلة يا أخي مع الكسكروتات؟ لا هكا جاي انتو ياسر الفطور كسكروتات. عاد عملت تصويرة بيا في الفيسبوك، الواحد يحط جيم ويعلق الصيام. ميزيريا ما يجيش قد حق الترا والنار اللي خسرته. بكل محبة وبكل مودة وبكل إخلاص يا أخويا، أنستونا في القصر. ما رأينا قصر، كان الشر والشمندر. أنا شعبي كي شعبي، والمساواة بيناتنا كاملة، وكل شيء مقسوم، حتى الحقوق والواجبات. أنا بطبيعتي حقوقي، وخذيت الحقوق وخليت لهم الواجبات، واللي نعرفوه خير من اللي ما نعرفوش. لا لطف ما قصرتش، تينا كنت معمل على شقان فطر قمقوم، انصوم عليه رمضان كامل. يا اخي انا ما غير الصيام ومش نموت بالشر. باي لا هاي شقال الفطر صحي وخفيف، والاكله خفيفه هاش قد تونسين. نقول لكم حاجه، انا مش اخلي شويه الراضيه بعد اذنكم. يا اخي راضيه ما طيبتش. انا ضد المراه اللي في الدار، انا نحب العمال وخاصه العاملات. يا والله عامله اي سيدي، بخاطركم نمشي نرى نلحقش على فايم شربه ولا فايم مسخون في بعض المطارح. واسمع وكيما قال لك المثل، خذ من شبعان اذا جاع، وما تخويش من عند جيعان كان شبع. بكل محبه وبكل مودكم بكل اخلاص، ايامات اللي كنت انا في فرنسا كانت عندي جاره صفاقسيه عندها الطيب، يعمل كيف يعمل كيف يعمل كيف. ايش قبلك اسل المنصب تشنوه، يسمعنا الخير يسمعنا الخير يسمعنا الخير. قلت عاد نروح لصفاقس نقعد هوني بحذاك نطيب لك على الاقل تتمتع بالفلي المسخون فيها شاير الفضيل.